عزيزي المشاهد، نحييك من خلال برنامجك نحن أصدقائك، وهذا البرنامج الذي يحتوي على العديد من الفقرات المنوعة والترفيهية ويسلط الضوء على مرافق شركة مشروعات السياحية وما تقدمه لك أنت عزيزي المشاهد وللزوار وللرواد من البرامج الترفيهية والحفلات المختلفة لجميع المناسبات. خليك معنا عزيزي المشاهد وتابع برنامجك نحن أصدقائك. أعزائي المشاهد، أحييك مرة ثانية من خلال عدسة كاميرا برنامجك نحن أصدقائك، وهذا هو مرفق شركة المشروعات السياحية مجمع أحواض السباحة. أعزائي المشاهد، ومثل ما أنت شايفيني طبعا هناك العديد من الأنشطة في هذا المجمع. مجمع أحواض السباحة يحتوي على العديد من الأحواض، هناك أحواض خاصة بالشباب وأحواض أخرى خاصة بالعائلات. أحواض الشباب طبعا تحتوي على حوض سباحة طوله 25 متر، وأيضا هناك حوض للغطس، وأيضا هناك أحواض متنوعة ترفيهية فيها ألعاب مائية مختلفة، وهذا موجود في الأحواض للعائلات. أيضا عزيزي المشاهد، هناك خدمات مختلفة، هناك خدمات تغذية لهذا المجمع، مجمع حوض السباحة، هناك مطعم وكافتيريا خاص بالمجمع، وأيضا هناك خدمات ترفيهية، وهي طبعا صالات الألعاب، صالة ألعاب للبلياردو والسنوكر. عزيزنا المشاهد، مجمع أحواض السباحة في الحقيقة أحد المجمعات الحيوية اللي تعني بالألعاب المائية المختلفة، سواء للسباحة ولتعلم السباحة أو للترفيه والاستمتاع من خلال هذه الألعاب اللي موجودة.
وإحنا في حلقتنا اليوم راح نركز على جانب مهم. هناك مدرسة تعليمية للسباحة ممكن تتدرب أنت عزيزي المشاهد، حتى لو كان عمرك طبعا التدريب للأطفال ولسن 18 سنة وما فوق حتى 50 سنة. هناك مدرسة لتعليم الأطفال، وهناك مدرسة لتعليم الشباب، وأيضا هناك مدرسة خاصة بتعليم الكبار فما فوق 18 سنة. ممكن الكل يتدرب في مجمع أحواض السباحة من خلال حصص تدريبية طبعا على أيدي متخصصين وفنيين في مجال السباحة، وممكن تتعلم على أيديهم السباحة. عزيزي المشاهد، شو رايك نشوف جانب من هذه الأنشطة وتعليم السباحة من خلال عدسة كاميرا برنامجك نحن أصدقائك؟ عزيزي المشاهد، هذا المجمع لأحواض السباحة، ومثل ما شفت طبعا هناك نشاط، هذا النشاط حيوي جدا. خلونا ناخذ آراء أولياء الأمور طبعا اللي أشركوا أبنائهم في هذه المدرسة التعليمية للسباحة، هل استفادوا فعلا خلال هذه الفترة القصيرة؟ خلونا نشوف آراءهم، وفعلا هل هم فعلا استفادوا أبنائهم ولا لا؟ خلونا نشوف مع هذه الآراء. عزيزي المشاهد، طبعا من خلال برنامجنا نحن أصدقائك نحب نلتقي مع العوائل طبعا اللي يشاركون من خلال مرافق شركة مشروع السياحية، واحنا في مجمع أحواض السباحة وهذه المدرسة التعليمية للسباحة. خلونا نلتقي مع إحدى الأمهات طبعا اللي تشارك من خلال أطفالك طبعا من خلال هذه المدرسة التدريبية للسباحة. شلون تشوفين ولدك الحين طبعا؟ أو شيء كم ولد؟ أنا أشوف مجموعة أنا ثلاثة عندي. إيه ما شاء الله، خليهم ولدين وبنية. نعم. قلت اعلمهم السباحه بطريقه سليمه للسباحه، حركه الايد، حركه الوجه، الجسم. نعم. فقلت احسن شيء مدرب، يعني طبعا مع مدرب يعني مشرفين وكذي. نعم. فقلت نستغل فتره الصيف و... نعم. طيب شلون تشوفين عيالك الحين بعد ما تدربوا؟ وايش كثر اول شيء الفتره، يعني ايش كثر قضوا منها؟ 8 ساعات بالشهر، 8 ساعات يعني. اي طب يعني ايش كثر صار لهم يومين بالاسبوع؟ اي الحين شهر، خلصوا الشهر. اي نعم. شلون تشوفينهم الحين؟ والله زينين، بس يعني الخوف هذا من واحد من ياهل لياهل، يعني عندي واحد يخاف، واحد ما يخاف، واحد ينط من المنط، واحد لا يخاف، يعني خلاص هو يعني. شلون تشوفينهم هم طبعا بعد ما تعلموا؟ يعني بس كسباحه قاموا يعني عرفوا يسبحون، بس حق العميق لا، هذا الخوف يعني. يعني حتى الرجال تلقاه اكو ناس اسال ابوهم يقول لا انا ما انط من الرابع، يعني هذا اللي فوق. فهذا يعني من شخص لشخص يعني الخوف يعني. طيب اختي، انت بصفتك خلاص يعني. نعم. يعني نعم. طيب انت بصفتك ام لاطفال خاصه، طيب اولادك يعني كانوا يعرفون السباحه من الاول؟ كانوا شويه اي، بس يعني مو عدل، يعني اشوف سباحتهم مو عدل، يعني مو عدله. فقلت اعلمهم احسن مع مدرب، الظهر يعني، الصدر، فراشه كذا الطريقه. وفي شهر الثاني يمكن اسجلهم بعد عشان في تكمله، لان هذا مبتدئين، في كورس ثاني شهر 6. انت ناويه طبعا تستمرين من خلال اولادك؟ اي موفقين ان شاء الله. حق الاولاد يعني مهمه السباحه، يعني وايد رياضه حلوه وكذي، بعدين عشان انا ما اعرفه ما بيصيرون هم عيالي ما يعرفون. علمهم طبعا، هذه حتى دعوه للامهات طبعا اللي ودهم يشاركون من خلال اطفالهم، اللي خاصه ان اذا ما يعرف يسبح الطفل السباحه ضروريه طبعا. يعني يعطيك العافيه ومشكوره لهاللقاء وموفقين ان شاء الله. حياكم الله، مشكورين.
اخوي انت بصفتك ولي امر ومشارك من خلال اطفالك في مجمع احواض السباحه والتدريب، شلون تشوف الوضع هنا مجمع احواض السباحه؟ والله البرنامج ممتاز جدا يعني، وبالنسبه للاطفال في خلال شهر كانوا رهبين الميه، فبفضل الله والمدرب ازال عنهم الرهبه دي، والاطفال الوقت عادوا بيعوموا من ارتفاع حوالي 5 متر وبيعوموا في العميق يعني. ايش كثر صار لهم هم طبعا هالفتره يعني، ايش كثر الفتره تدربون فيها؟ شهر تقريبا، ثمان حصص يعني. وناوي تستمر طبعا من خلال مستويات ثانيه ان شاء الله؟ بستمر، بس المشكله ان انا بسافر في خلال الشهر ده، فبعد ما بسافر برجع بشترك وياهم ان شاء الله. عندي ثلاث اطفال الحمد لله ما شاء الله عليهم يعني. يعطيك العافيه اخوي وموفق ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا. حياك الله ويانا في برنامجك نحن أصدقائك، وطبعا شلون تشوف أولادك وهم مشاركين في مجمع حواض السباحة والتدريب؟ طبعا والله بصراحة أنا شايف المستوى رائع والتدريب ممتاز، والأولاد ابتدى يبقى مستواهم في خلال مدة وجيزة جدا مستواهم كويس جدا، وابتدوا يتعلموا أو أتقانوا أساسيات السباحة، والمدرب بصراحة ما بيبخلش مجهود، وزي ما أنت شايف حضرتك المستوى يعني مستوى رائع جدا بالنسبة للأولاد، اتعلموا 8 حصص بس يعني مستوى 8 حصص اقل من شهر تقريبا، ومستواهم كده يعني بصراحه رائع، التدريب ممتاز جدا والمستوى بالنسبه للاطفال دي عالي. طيب شلون تشوف الوضع هنا في المجمع، مجمع حوض السباحه والتدريب والمدربين والمتخصصين، ويعني من حيث الايجابيات والسلبيات يعني؟ والله من حيث الايجابيات فهي كثيره، لكن انا مش شايف تقصير ولا سلبيات موجوده اطلاقا يعني بالنسبه للمرحله او الفتره اللي انا قعدتها اللي حوالي شهر مع الاولاد هنا مع ابني، فمش شايف سلبيات، لكن شايف بصراحة إيجابيات كتيرة ومستوى رائع وخدمة ممتازة وإتقان مش مجاملة إطلاقا، بس دي الحقيقة فعلا يعني حقيقة. يعطيك العافية وشكرا جزيلا. الله يعافيك، الله يعافيك، يا مساء يا مساء. عزيزي المشاهد، وصلنا معاك إلى ختام هذه الحلقة من برنامجك نحن أصدقائك، وقبل الختام وإحنا طبعا ركزنا على مجمع حواض السباحة، هذا المجمع الحيوي وفيه العديد من الأنشطة، وركزنا أيضا على مدرسة تعليم السباحة، وبقى أن نقول لك عزيزنا المشاهد بأن التعليم للسباحة هو ليس فقط لسن 18 سنة، وإنما فما فوق 18 سنة وإلى حد 50 سنة ممكن يتدربون في مجمع حواض السباحة. عزيزي المشاهد، هناك أنشطة عديدة تقوم بها مرافق شركة مشروعات السياحية، ندعوك لمتابعتها وأيضا لزيارة المرافق للاستمتاع ولرسم البسنة والسرور عليك أنت شخصيا وعلى العائلة الكريمة. عزيزنا المشاهد، هناك أنشطة طبعا بانتظارك في الصيف وبعد الامتحانات، وخاصة بعد هذا الجهد المبذول من الأبناء، أولياء الأمور لازم شوية يرفعون عن أبنائهم، وأعتقد بأن مرافق شركة مشروعات السياحية ممكن أن تكون تضفي جو البسمة والسرور للأبناء. عزيزي المشاهد، إذا كان عندك أي استفسار، أي معلومة ودك تعرفها عن أي مرفق من مرافق شركة مشروعات السياحية، ما عليك إلا الاتصال بمركز المعلومات، والتليفون مثل ما أنت تشوفه لمركز المعلومات، ممكن الاتصال لأي استفسار أو أي معلومة ودك تعرفها عن المرافق. نلقاك الحلقة القادمة إن شاء الله، حتى ذاك الحين مشاهدينا الكرام نرجو لكم أحلى الأوقات وأطيبها، ونلقاكم على خير.